هذه الأعمدة بقيت لسنوات ظلاً لنفسها. مشروع الطريق السيار الذي يربط ولاية شلف بتنس لم يرى النور بعد، وهو الذي يمكنه تخفيف الضغط على الطرق الأخرى التي تشهد ازدحاماً مرورياً. الطريق هذه سيار تخدم شمال جنوب، وراي عندها 5 سنين وهي متوقفة، وهذه طريق استراتيجي راي عندها بعد حسبتها 5 سنين وراي متوقفة، وحنا ما عندناش المعلومات علاش متوقفة. متنسل هنا لا عندك على الأقل تسوي بتلحق هنايا، بصح كونوا يديروا هناك على الأقل ساعة ساعة ونص تقضي صالحة، تمشي شوية تمشي كيما روتوروت، نقول لهم العطاف ولا ما عنده فلا هنا تمشي ماشي كيما طريق قديمة. أصحاب الشاحنات ذات المقصورة الكبيرة هم الأكثر تضررا من الطرق التي يمرون عليها إلى مدينة نس، ما سببت لهم أعطابا كثيرة ومتكررة، ما يجعل إنجاز هذا المشروع أكثر من ضروري بالنسبة لهم. رانا عندنا هذا المشروع عنده 5 سنين، رانا ما زلنا نعانوا، الطريق مكسرة وشام يقارع، ومن بعد يقول لك من بعد كي سبك الدوبلي يقول لك علاه الطريق اللي فيها الرواق الأول والزوج ترقد فيه طنوبيك يسيبوك في الرواق الثالث يقول لك علاه، او هذا كابي وانا غاشي هذا كيف ندير بها، ما كاش كيف الله غالب يفتحوا لنا هذه تاعات نقص علينا الضغط شويه، نقص علينا راه يدير لنا السيركيلاس وراه بنادم راه يدير ساعه في الطريق، روطار ليا وعده وكا الطريق مخدومه بريقله كلش، نطلب من السلطات يريقلوا لنا في اجل وقت وخلاص. الطريق هذه عندها 5 سنين، انا عندي 9 سنين هنا في شلف، و والطريق هذه اللي تدي لتنس نورمالمون يكملوها، ينقصوا سيركيلاسيو على صورتو صحابين لور، والله غير راهم يقاسيو مساكن، والله غير راهم يقاسيو كارثه. هاك تشوف ها كل يوم هاكا، واحد يطرح له سبونسيو واحد، وزيد يديروا سيركيلاسيو، هاك تشوف الطريق هذه ديما هاكا، ديما سيركيلاسيو. مشروع اقتصادي هام يفك العزله على مختلف المناطق التي يمر بها، ويحد من الازدحام المروري، ويختصر الوقت ينتظر مواطنو ولاية شلف استئنافه بعد توقفه لسنوات.